الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في تحريم المدينة باب يزون بيان أبن يزون حرم ta Madina ya akai Madina ta zama harami ta zama ba akwai abubuwan da ba za a yi ba a ciki kamar yadda Makka take haramin Makka wala haddathani Yahya an Malik ana amrin an amrin maula al-mutallabi ana Anas bin Malik anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tala'a lahu Uhud fa qala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبس من ذا الله صلى الله عليه وسلم ديغا أهد سيتي فقال أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ما بقول القول فقال أي من رسول الله رسول فاعل قال كينكو وهو مضاف الله مضاف إليه مجرور لفظا منصوب محلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة دعائية لا محل لها من الإعراب وماذا قال أين مقول القول هذا جبل ها حرف تنبيه ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا هذا أين خبر المبتدا جبل جملة من المبتدا والخبر هو مقول القول قال هذا جبل مبتدا للعباري سنشكا طيب يحبنا ونحبه ما موقع يحبنا ونحبه من الإعراب يحبنا ونحبه جملة صفة كون جملة حالية لأن الجمل بعد المعارف حال أحوالا وبعد النكرات صفات لأن النكرة أحوج ما تكون إلى ماذا؟ إلى الصفة يحبنا فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة نفيه ضمة ظاهرة في آخره نا مفعول به أليس كذلك يحبنا ونحبه يحبنا ونحبه والجملة من يحبنا ونحبه في محل ماذا؟ الأحسن أن تكون صفة أو حال صفة لأن الجمل بعد النكرات أحوال أو صفات وبعد المعارف أحوال أليس كذلك أما سأل إعرابي أما سأل نهودي سبحان الله هذا جبل يحبنا ونحبه wannan ina mahallu shahid na cewa jabal uhud yana da daraja yuhibbuna nuhibbuhu yuhibbuna da nuhibbu wanne ne fi tsanani a cikin daraja nuhibbuhu alaysa kadhalik nuhibbuhu manzo Allah na so abu alaysa kadhalik da abu ya so manzon Allah da manzon Allah ya so abin wanne ne yafi daraja musan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle ya hadu bi yuhibbuna wa nuhibbuhu sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ya Allah madaukakin sarki inna ibrahima tabbas lallai dahir ibrahima harrama makkata ya haramta makka ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba a ciki وانا احرم ما بين لابتيها نيكما ان حرم تسكان حر الشرقيه ده حر الغربيه مدينه تسكيه سكي مدينه تنا ده حر الشرقيه ده حر الغربيه سوره لابتيها ابن دكي سكان حر الشرقيه ده حر المدينه يجيني مدينه ان حرم المدينه كنا ان ابراهيم حرم مكه وانا احرم ما بين لابتيها اليس كذلك أين محل شاهد باب ما جاء في تحريم المدينة
وانا احرم ما بين لابتيها. هذا هو محل الشاهد، اليس كذلك؟ نصا او تاويلا ظاهرا. نصا قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن ابي هريره انه كان يقول ابو هريره يكسنشي نا فدر تشوا لو رايت الظباء بالمدينه الظبي جمعه الظباء ماشي كنن با منين الظبي بريقه يا ظبيه اشبه شيء بالماء اليس كذلك ذا زن غبريوا cikin tartau ma za'artuha da zanga dabba tana tattartau a cikin madina bazan firgitar da ta bazan kore ta ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma baina labataiha haramun qala wa hadathani an malikin an yunus ibn yusuf an ata ibn yasar an abi ayyub al ansari أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية. أبو أيوب الأنصاري سامي عرب مدينة سناواسا ثعلب دلا كيف سامي شنا سيس كتاكو رامش مانا يسور وجه إيباء إيا موسيقين باء إيباء إيا حكا حركا فطردهم أنو يسي يبقوري كتبكو باشي كتبكو كاليش da suka tafi sai ya samu walwala ya je ya dawo mana har yanzu bai halatta su yi wannan baki ba qala malikun la a'lamu illa annahu qala yace abinda ya fada shine a fi harami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusna'u hadha a cikin haramin manzon Allah ake takura madabba eh a cikin haramin manzon Allah za a takura madabba ai dabba tana da walwala a cikin harami saboda an haramta a takura ma wannan qala wa hadathani yahya an malik an rajul qala dakhala zayd ibn thabit wa ana bil aswaf al aswaf mawdi'un bayna atraf al madina bayna al harratayn ya shiga wajen qad istadtu annuha yace na farautu wata dabba annuha yake mace ke ba dabba ta'irun kasar duko wai wanda wata dabba ce mai yawan ta karka da jilar ta haka da kanta kana da jilar ta karka da kanta haka yace ji abinda dabbar da aka ce ke fa akhadahu min yadi fa arsalahu sai kama tsunsun sai sake me ke da yake nufi kada a takura ma dabba a cikin haramin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma ja'a fi waba'il madina ta'azana Allah min alwaba babin da yazo na bayanin annoban da ke cikin madina ya aka yi farko duk wanda ya shiga madina sai ya ji jiki sai ya ji ba daɗi manzon Allah ya zo roki Allah madaukin sarki sai aka cire wannan annoban aka kai ta inda manzon Allah ya ce aka yi qala wa hadathani an malikin عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لما زوج الله صلى الله عليه وسلم سكشجو مدينة وعك أبو بكر وبلال سيدنا أبو بكر سامز الزبيب سنني هك سيدنا بلال شما سامز الزبيب سنني الله يسأل لك لما زوج الله صلى الله عليه وسلم قالت تشي فدخلت عليهما lokacin ba kafa ayatul hijab ba tace gidan da suke sayyidina abubakar da bilal sai ta shiga ta gaishe su ta yi musu dubiya fa qultu sai nace ya abati kaifa tajiduka wa ya bilal kaifa tajiduka ya abati ya baba kaifa tajiduka yaya jiki yaya karin karfi yaya jiki haka ta fada musu sayyidina bilal qalat فكان ابو بكر اذا اخذت الحمى يقول سي ابو بكر يا كسنتي ان يجي زافي زافي زذبين حمى زذبي سي يجي كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله هو زي واي غري cikin iyalansa amma mutuwa tana kusa da hancin takalmin sa mana tana kusa da shi
وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع أقيرته فيقول بلال إن أنجي سوكين زبشي تغمر يسسيتي ألا ليت شئري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو ولي شامة وتصير بلال كمان يدان فرفدو سيتي ألا ليت شئري إنما ناس بنصني با هل أبيتن ليلة زن سامو دري زن كوارا بواد والقري وحولي إذخر وجليل قال إنا تكين إذخر دجليل سيرون ما نبيشو إتاتواني رأيكي شوكاوا إذخر صوريكينا إذخر وجليل ينا بيجن وترانا زن سامو زن سامو زن قلني مكا إنا كونتي تكين والولا وهل أريدا يوما مياها مجنة وترانا زن سامو زو أقوى ورن رافي مجنة مجنة وري ني كاسوا تي دا لوكاتين جاهليه زول مجاز مجنة ومربد واوكازو دك كاسواني ني نلارباوا داكي زو انا نونا قريوا cikin waka sai duk mawaka su zo sai a samu wadanda za su zo su yi hukuma hukam kenan wanda sun kware kowa ya zo ya rera abin da yake da shi sai a ce wani ya fi duyawa sai a doki dashi sai a allaka arata ya akaba kasuwa kasuwannin nuna ilimi kenan ilimin lokacin jahiliya an fahimta mujanna wa hal yabdu walli shamatun wa tafilu wata rana zan samu kaina ina tsakanin duwatsu guda biyu shama wa tafilu a makka kenan qalat aisha da aisha ta ji haka sai ta ce faji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu tace sai nazo na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko a cikin shari'a ce ga baba kuma ya shiga sumbatu ko me ya samu baba abba zai na Abubakar mu wanda yake wurin ce ga baba kuma ya shiga surutai fa qala allahumma habbib ilayna almadinata ka hubbina makkata aw ashadda sai manzo Allah ce Allah ka sa mana san madina kaman yadda muke son makka ko sama da haka wa sahihha ka ba madina lafiya ka ci da cutar da ke cikin ta وبارك لنا في سائها ومدها تسامن البركة إن سائنت لمد انت أبن أو وانقلهم ماها فاجعلها بالجحفة ألا كتشري ززبين لكي تكيم مدينة مثلني أكي جحفة كيكي نمزع الله يا أبدو أسيك قال مالك وحدثني يا هيا بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت قالت وكان عامر بن فهيرة يقول سوءك لسيدنا أبو بكر لسيدنا بلال عامر بن فهيرة قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه تشي أكوي مواكي تشي بعد ذلك زمانا ترد أبو بكر أبو النبا ما قدس تشي ما يميتاوا قد رأيت الموت قبل ذوقه تشي ناغ متوا كافن أنتنا متوا إن الجبان حتفه من فوقه أي متورتي متوسا كنسا دس أورانكا إن لوكتي يزو بذاك وطيبا قال وحدثني عن مالك أن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم إتي أنقاب المدينة على أنقاب المدينة ملائكة akan hanyoyin madina kofofin madina akwai mala'iku suna tsaron madina la yadkhulu hatta'un wala dajjal annoba da dujjal ba sa shiga ciki sai suka ce in ya dace an samu wani dujjal ko annoba ba za su yi tasiri ba saboda manzon Allah ya roki Allah kada su yi tasiri babu ma da fi ijla'il yahudi min almadina babin da yazo na ijla'u shine a tattara mutane a tashe su waje su tashi kuma ijla'u bani quraiza banu kainuka'a banu nadir ijla'u banu nadir ai an san kiso shin yanda suke faruwa ko ai qala wa hadathani an malikin an isma'il bin ahkimin annahu sami'a umara ibn abdul aziz yaqulu kana min akhir ma takallama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qala yace karshen abinda manzon Allah ya fada sai yace qatala al-yahud wan-nasara qatala Allahu ku
قاتل الله اليهود والنصارى الله لا انت يهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا sun dauki sun riki kabarurkan annabawan su masallatai masajid la yabqa yan dinani bi ardil arab kada kada abar addini biyu a cikin tsibirin jaziratul arab kenan to shi yasa karshe sai sayyidina umar ya fitar da su قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب الدين قرابي بلاس حدو بأتشكين كسبر العرب وجزيرة العرب قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب سيدنا عمر ينابين شكين وانما مغانا يا يتكين يا زائي حتى أتاه الثلج واليقين har je samu natsuwa da kwanciyar hankali da yakini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce la yajtami udinani fi jazirati al-arab fa ajla yahuda khaybar sai ya cire yahudu yahudu khaybar ya cire su ya ayyuka suka fita suka gara gaba qala malik wa qad ajla umar ibn al-khattab yahuda najran wa fadak yace sayyidina Umar ya shirya tashi Yahudawa da Najrana da Fadak duk su bar wajen to ma'ana cikin wannan duk cikin tsibirin Larabawa kenan fa amma Yahudu Khaybara fa kharaju minha laysa lahum min as-sab'i shi amma Yahudawa Khaybara ai an san labarin Yahudawa Khaybara da aka yaki da aka zo aka ci Khaybara aka bar musu amana za su yi ta noma saboda sun kware a cikin noma Yahudawa sun kware a cikin noma suke noma suke da abinci suke da zinariya suke da gold shi yasa su mallaki duniya da aka zo aka yakin Khaybar aka gama sai aka ce an bar musu gonakin dabinon su noma in an gama mun kummanta da makarantar muzabana an bar musu gonakin dabino su noma in an gama akwai abin da za a ba su saboda ya zama mallakan musulmai kenan a wannan lokacin to shi yasa duk kasan da ba ta noma ba ta da abinci ba abin da za ta yi ba yadda za a yi tattalin arziki ba yadda za a yi rayuwa sai da abinci rayuwa sai da abinci duk sa'an da aka yi ruwa sai a zo mun tashi lafiya ya yi ruwa in ce a yi ruwa boko ya hana albarkacin ruwa malam ya yi boko ya hana da kowa noma yake kowa noma ya gada da an su da ruwa ya sauko an san za a yi noma yanzu kowa ofis yake kowa ya je ya zauna ofis yana jiran albashi ya za a zauna lafiya ba yadda za a zauna lafiya kowa ya bar gadon kakansa an manta da noma to in an manta da noma ina abinci babu abinci kuma abinci dole shine abin da ake bukata kullum na safe ba zai wadatar ba sai an ci na rana ba zai wadatar ba sai an ci na dare na yau ba zai wadatar ba gobe na bukata jibi na bukata har mutuwa shi yasa duk wanda suka yi suka ce a cikin noma wallahi shi makan su kuskure a cikin rayuwa an fahimta tun ba haife ka ba ɗan shekara 40-50 ka tashi ka tare da Holland na aiko madarar Nilu hadari ake musu daga sama menene kiwo suke yi da noma da abinci da komai da komai shi ba sa wasa a cikin noma in ta kama ma gwamnati ta sai amfanin noma saboda manoma kar su yi kasara sai a saya to mai gwamnati za ta yi ce ta zuba cikin teku kifi ya ci ya samu lafiya zai fito shi ma za a tuna mai to amma manoma yanzu duk rayuwa ta koma hannun 'yan siyasa dukiyar hannun 'yan siyasa taki hannun manomi shine da taki don sai yanzu sai dan siyasa ya ga dama ya baka taki ba zai baka taki ba sai ka ce kana goyon bayan shi ina rayuwa zan ta ina demokradiyya ina 'yanci ina menene ko ɗaya babu duk yaudaran kanmu muke yi wallahi duk yaudaran kanmu muke yi to kuma Allah ya zura ido yana kallon kowa kowa ya shiga cikin me kowa ya shiga talaucin da ba zai taba fita ciki ba har iya rayuwarsa kada ka ga cewa wasu suna da kuɗi an kawo budget sun karbi kuɗin kasa sun sa a jihunsu wallahi sun fika talauci sun fika talauci ba dukiyarsa ba ce dukiyar kasa ce aka kawo kaddara miliyan dubu ba biliyan ba
sai ɗaya bi wannan kuɗin ya je ɓoye ya mallaka ma kanshi. To wallahi ba zai taɓa wannan kuɗin ba, in bukata ta tashi in za a kwana yin wani sai da kwana, sai in wani sabon kuɗin ya zo ciki zai cire ya yi. Wannan ya zama sai lissafi, ya zama ba nashi ba, ya zama sai lissafi. Shi yasa ya fi ka kai talauci. To shi yasa ba ran da ba za su taɓa samun kwanciyar hankali ba, wallahi sai sun dawo a kan gaskiya, a kan rayuwa ta gaskiya. To shi ne za su ji daɗin rayuwa, su samu kwanciyar hankali. Ba wanda ya taɓa fin ƙarfin Allah. In ba haka ba, wane mai yake bukata a duniya? Kuɗi ko mulki? Ba wanda ba a yi ba. Wane mai yake bukata? Wane mai yake bukata? To me yasa suka kasa zama lafiya? Ba a taɓa fin ƙarfin Allah ba fa. Ba wanda ya taɓa kauce ma hanyar Allah kuma ya ji daɗi. Daɗin nan ba za ka yi tilasta ma Allah ba. Allah ya sa ido yana kallon ka kana abin da ga dama, kuma ka je ka wahala kanka har ka zo ka mutu. Mulki an yi mulki, kuɗi an samu kuɗi, to me kuma ake bukata? A kasa samun kwanci, ba kwanciyar hankali. Saboda mutum ba zai taɓa yin zalunci ba, Allah ya kyale shi zauna lafiya ko ya samu kwanciyar hankali, ba zai taɓa yiwuwa ba har abada. An fahimta? Fa kharaju minha laysa lahum min as-samari wala min al-ardi shay'un, aka fitar da su ba su da komai. Wa amma yahudu fadak fa kana lahum nisfu as-samar wa nisfu al-ard, amma yahudu an fadak an ba su rabin amfanin gona da rabin kasa. La anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana salahum ala nisfu as-samari wa nisfu al-ard, saboda manzo Allah yayi sulhu da su akan wannan sharadi. Fa aqama lahum umaru nisfu as-samari wa nisfu al-ard, sai Umar sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da haka. Qimatan min dhahabin wa warqin wa iblin wa hibalin wa aqtabin thumma atahum al-qima wa ajlahum minha, wa annan abubuwa da aka bar musu to sai aka kimanta komai, aka ba su kudi sannan aka sallame su ba zalunci. Za a tashi manzon Allah ya ba su wannan, ce a ba su rabin gonaki, a ba su rabin abin nan. To sai lokaci ya zo za a sallame su su tashi, sai a ce ku tashi ku tafi, bayan manzon Allah ya ba su ba alkawari bane ba, ba sharadi bane ba. Sai aka kiyasta abubuwan da suke da shi duk ya kama kaza, sai aka kawo kuɗi aka ba su 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 tafi. An cuce su? Ba za a taɓa zalunci a zauna lafiya ba. Ko arne ne karka zalunce shi, ko kafiri karka zalunce shi. Zalunci din nan wanda ka zalunta ba shi haramta zalunci ba. Waye haramta zalunci? Waye fi ƙarfin Allah? Ba wanda fi ƙarfin Allah. Babu jami'i ma ja'a fi amril madina, babu ne tattara abubuwan da suka zo cikin al'amarin madina. Qala wa haddathani an malikin an hisham ibn urwa an abihi anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam tala'a lahu uhudun faqala hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Qala wa haddathani an malikin عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة. يا زيارتي سيغنا ركد نبيذ من أنبيه هنيا مكة. فقال له أسلم في أسلم يتيمش إن هذا شراب يحبه عمر بن الخطاب. يتي أي ونن أبن شن سيدنا عمر ينا سنش. فهم عبد الله بن عياش قدحا عظيما سي اوكو مزبي مي جرما فجاء به الى عمر ابن الخطاب فوضعه بين يديه سي تشكا ونا ابن سي زو ياجي وجن سيدنا عمر فقربه عمر الى فيه ثم رفع راسه سيدنا عمر سي دوكا يكيش وجن باكيسا كمان زي شا سي دغا كانسا فقال عمر ان هذا لشراب طيب يجي تبس ونا ابن شاني مي كيو فشرب منه سيشا ثم ناوله رجلا عن يمينه da ya sha sai mika wa wannan wanda ke hannun daman sa. Falamma adbara Abdullah, da Abdullah ya kama hanya za shi, nada Umar ibn al-Khattab fa qala, sai sayyidina Umar ya kira shi sai yace a anta al-qa'ilu la makkah khairu min al-madina, kai kake cewa makka tafi madina? Wa qala Abdullah fa qultu hiya haramullah wa amnuhu wa fiha baituhu, sai nace ai haramin Allah ne ko wajen aminci kuma akwai ɗakin Allah a cikin Makka. Fa qala Umar, sai sayyidina Umar ya sake ce mishi la aqulu fi baitillahi wa la fi haramihi shay'an,
ba abinda zan fada game da dakin Allah da kuma haramin Allah. Thumma qala sana yace a antal qa'ilu la makkatu khairun min al madina, kai kace makka tafi madina. Qala fa qultu hiya haramullahi wa amnuhu wa fiha baytuhu. Fa qala Umar la aqulu fi haramillahi wa la baytihi shay'an thumma sarafa. Me wannan magana ke nufi? Me yake nufi? Gashi an fada gashi. Kai kace Makka tafi Madina, to Makka dai haramin Allah ce, kuma akwai ɗakin Allah a ciki. Sai suna wuri, to ni dai bazan ce komai ba game da haramin Allah da ɗakin Allah. Kai kace Makka tafi Madina, aka yi aka so biyu ko so uku, me ake nufi? Eh, yana da ja, yana da ja. To amma an gana da biko, aka tambayi Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, a anta akbaru am rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ce huwa akbaru minni ghaira anni wulidtu qablahu, shine babba, shine babba amma an haife ni kafin shi. Eh, to manzo Allah ne ba zai ce ai yaro ai na girme shi, a shine babba a wajen daraja, amma a wajen shekaru an haife ni kafin shi. Ladabi, ladabi a yara koya ne ko? In ba koya ba za ka yi, in ba koya maka aka yi ba za ka iya. Duk inda za ka je dama a duniya ka je ka yi karatu ka da, wallahi tallahi sai an karantar da kai. Wallahi sai an karantar da kai. Sai ka bi manyan malamai ka zauna, a bayyana maka waɗansu abubuwan da ba ka san su ba. Amma duk jami'an duniya ka je fa, karatun cin jarrabawa za ka yi. Ka ci jarrabawa a ce ka ci ka iya ka dawo garin ku, kana saukowa sai ka sauko da me? Da me? Da rigima, da tashin hankali, da fitina, da zafi ko? Eh, sai zafin ya fara kunanka, sannan sai ka zo kuma kana fama ya za a yi ma a cikin zafi. Ai, an ji abin da ya faru tsakanin Sayyidina Umar da wani ko? Kai ka ce Makka tafi Madina? To Makka dai akwai harami ce ta Allah, sannan kuma akwai ɗakin Allah a ciki. Ni dai ba zan ci komai ba game da haramin Allah ko ɗakin Allah. Kai ka ce Makka tafi Madina? Akwai ɗakin haramin Allah kenan, kuma akwai ɗakin Allah. Ni ba abin da zan iya fada game da haramin Allah da ɗakin Allah. Kai ka ce Makka tafi Madina? Me ake nufi? Eh, akwai magana ko? In ba haka me yasa aka maimaita su biyu su uku? Shi kuma da yasa abin da yake fada bai janye ba, bai fadi abin da zai sa kan shi rigima ba. Haramin Allah ce Makka, akwai ɗakin Allah kuma a ciki. Wa isai su ke soki wannan? Babu ma ja'a fi ta'ul, Allah ya kiyaye. Babin da ya zo na bayanin annoba. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام. ابن فارشيني سيدنا عمر يا في تزاش الشام دغ مدينه دغ متاني صحابه من الله صلى الله عليه وسلم. Hatta idza kana bi sarga lafiyahu umara'ul ajnad, sai dai kai wani wuri da ake ce masa sarga, sai ya hadu da ulama'ul ajnad kenan ko? Manya-manyan sojojin musulunci kenan. Abu Ubaida ibn al-Jarrah wa ashabu, an fahimta? Fa akhbaruhu anna al-waba qad waqa'a bi ardi Sham, sai suka ce ya kai khalifa an samu annoba fa a kasan Sham. Ma'ana ne kar a je kar a shiga kenan ko? Qala ibn Abbas wa qala Umar ibn al-Khattab udu ilayya al-muhajirin al-awwalina, kiramin muhajirai na farko, manya-manya dattawa wanda suka san abinda ake ciki. Fada'ahum fastasharahum, sai kira aka kira su sai shawarce su. Wa akhbarahum anna al-waba qad waqa bi-Sham, yace to gashi nan mun fito Madina za mu kasan Sham da jama'a. Akwai aka ce kasan Sham an samu annoba,
فاختلفوا تسيسوا كي ساباني أجي باقومي أعكر أجي فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه يا خليفة كافتو ريسابو دون الأمر مهمي بارا باما غنين كفوما وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء يا خليفة كافتو دمان يمن ينسى أبما زوء الله شرر رهوة تباما غني باما بعد شاورا أجيد سوشك النوباء سوحالك أرسى سكو فقال عمر تدعى كسامو حكا شي سيدنا عمر ارتفعوا أني دكو تاشكو برني بيقام سوح حيّن بيقام سودا أشيقا بيقام سودا أقوما با ثم قال ادعوا لي الأنصار تشكي كرام الأنصار فدعوتهم فاستشارهم سياكا جاكا كرامشي الأنصار ومتان المدينة سيشاور كيف فسلكوا سبيل المهاجرين سيسو كفدي أبند وإن شنفركو سكفدا واختلفوا كاختلافهم سكي ساباني كما يدى وإن شنفركي ساباني وقال ارتفعوا أني إيش كما كتاشكو كالين كورابدني ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش كرامي سكين دكتا وان قريشا وان دسكي مكي تاردس من مهاجرة الفتح وان دسكي هجرة شكرا ناك بود مكة فدعوتهم سينا كراس فلم يختلف عليهم منهم اثنان سودة سكذو بأسامو صاباني با فقالوا جزكة نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء سنة زوء جزكة خليفة كقوم على متاريكة كشكرا سوشي وانا النوباء فنرى عمر في الناس سيدنا عمر يكرا اتكي متاني قال يتي قال إني مصبح على ظهر نزا واي غريفة كان عبر هواتا ميكينيك نفي فأصبح عليه قوة يقول أبر حوانسا أحد تنكينا وقال أبو عبيدة سي أبو عبيدة أفرارا من قدر الله خليفة قدو كان أقول مقدرا الله دي. فقال عمر بن الخطاب شي سيدنا عمر لو غيرك يا أبا عبيدة داوانك يفدهك أما كي درجة كذوك فدوانا أبو نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله نعم نفر من قدر الله الى قدر الله اي منا زامو غجي قدر الله مجي كوما مشي cikin قدر الله ارايت لو كان لك ابن صحبت واديا له ادوه ثاني الوت قصوى بالاولات الاولى كبان لاباري دا كان دا راكم ما suka shiga cikin tuddai jiba mana manya manyan duwa su guda biyu nan akwai yabanya nan kuma ba komai ihdahuma muqsiba wal ukhra jadba wannan kwarin akwai ni'ima akwai lema akwai abinci can kuma busasshen wuri ne ba komai alaysa in ra'aita al khasbata ra'aitaha bi qadri llah wa in ra'aita al jadba ra'aitaha bi qadri llah in ka dauki dabbobin ka je kai kiwo wajen da akwai yabanya da lema da abinci ba kadara ce ta Allah ba in kuma ka dauki dabbobin ka je cikin wahala kada ka kiwata su ba kadara ce ta Allah ba faja'a Abdurrahman ibn Auf sai Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri sai yazo babban madoniya ne cikin madoniyan sahabbai kuma dan aljanna ne sai yazo wa kana ghaiban fi ba'dhi hajatihi a lokacin da ake wannan tattaunawa duka baya nan ya je wata bukata sai yazo فقال سيتي ان عندي من هذا علما وانا ابن ديك فارو انا دا علمي اتشكي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم انظر الله صلى الله عليه وسلم انا فدرتي واذا سميتم به بارض ولا تقدموا علي ان كوكا جي اكوي النوبة وتكسا وكدا كتسكرا كجي كشي كسر واذا وقع بارض وانتم بها ولا تخرجوا فرارا منه in kuma annoba ta afka ta faru a kasar ku kuna ciki kada ku fita kasan don gudun annoba qala fahamidallahu umar thumma sarafa sayyidina umar sai ya ji nassi sai hankalin shi ya kwanta yake ku kama hanya mu koma makka duk wa'annan abubuwan da suka fada ijtihadi suka yi da aka zo da nassi fa idza jaa nahrullahi batala nahru ma nafsi ake bukata
manya-manyan sabai da ya zo aka ce ce ai ina da ilimi a wannan manzon Allah ya ce kaza in aka ce manzon Allah ya ce magana ta kare yanzu kuma ka ce manzon Allah ko da yake al'amura duk sun sauki ko sun canza suna canza ko ala wa haddathani an malikin an muhammad bin al-munkadir وعن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سميت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون ميكجيرك من ذو الله صلى الله عليه وسلم دنجني دا النوبة فقال سيتي فقال أسامة شي سيدنا أسامة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع إشي منذ الله تي الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أي الطاعون رجز كذلتاني معنى أزاباتي أكا أيكا من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم كو أكا وإن سبب قباتيك فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه إن كوكا جيتي وقرنا فوق صنع أكوي أنه كان فجيكو شكا كوي غنغتي كينا وإذا وقع بأرض وأنتم بها إن كما أنوبة سوكو كسوكو كنا جيكي فلا تخرجوا فرارا منها كدفو في تكسن دون قدوم أنوبة لإن الله يقدر أنوبة سايمك دئن دك جناك ذاك ترد إذا قال يا حيا وسنيت مالكا يقول قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه ba abin da yasa zaku fita kasar sai dai gudun annoba din to an hana amma wata bukata ce ta gaba za a iya fita ala wa haddathani an malikin an ibn shahab an abdullah bin amir bin rabi'a anna umar bin al-khattabi kharaja ila sham hatta idha ja'a sarqa balagahu anna al-waba qad waqa'a bi sham fa akhbarahu abdurrahman bin auf anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alayhi wa idha waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu فرجع عمر بن الخطاب من سرقة قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس من سرقة عن حديث عبد الرحمن بن عوف لكي أبن ديسا سيدنا عمر يقوم يداو دا متاريدة سرقة بشغبة يداو مكة سبو دا حديث عبد الرحمن بن عوف قال وحدثني عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات بالشام وأسامي جدا ركبة إلي كفرامي إلا كيزون الله فيها يافي أباني جدا جيبنا غوما كسن شام قال مالك يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام إتي سبود سنن النوبنك إتي كسن شام يوزع رفع كراتو إن شاء الله سيبان صلى إن شاء الله اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم kwanaki goma na wannan watan yasa yana da albarka duk addu'an da zaka yi kai ma Najeriya addu'a da kasashe Najeriya duk baki dai Allah ya bada lafiya da zaman lafiya ya takaita wannan masifu da tashin hankali da ake gani sa